نا صدق ما قايدين أني نما إيالي في البيت وديت أصليت أقل نسلي أسر طوالي زخي أنا إيجوا قاعد لينا دانا ودقاني ما إيالي أني خمسة نفر في البيت وشالونا قالوا ودونا في المستشفى الأربات بيقوا معافين يلا يلا كده لقوا لنا عربية ودونا وقت الودونا لا عندنا قرش لا عندنا حاجة زول بقف لنا معافي ما إيالي تقفنا شديد بالي ودوي صولة إيالي صورة إشاع القرش ما في القرش ما في وقفنا مرة واحد نعمل شنو أنينا يا جماعة آه تعبانين شديد أنينا للإيالي ثلاثة صولهم صورة إشاع يلا يلا أهل جابوا اللي بيجيب 100 اللي بيجيب 200 اللي بيجيب 500 اللي بيجيب 1000 أدونا صولهم بالصور البناية تاني دق في السفه قال لي صولة وعملية ذات القرش ما في خلاص البلد كتمت قعدنا الصبا وتأثبت يلا طوالي صابر جشالانا جابانا في البيت وزرتنا تعبان وحالنا بالبلع أطفالي أربعة وأنا خامسة أدادهم ستة اللي توفوا هادر والأدد المسابين بيه حقارك بيه حق الجيرات بيه حق جيراتنا 32 نفر خالباتهم شوفك وصخار الميتين دزعته شوفه صخار من عمر 8 سنة وقالين عمر 7 سنة وقالين عمر 9 سنة صار الله ما شاتنا صعب قروش تجيبوا من وين أكل تجيبوا والله قروش ماشيين ندق طوب بس ماشيين ندق طوب نجيبوا المعيشة معيشتنا كده زي الزفت دايرين قروش الخيار دايرين قروش المعاش الأكل اللي في البيت صعب أشنا حاجة صعب إلا المعاش في البيت أكل ده زرفنا تعبان دايرين هاك أكل دايرين هاك خيارات دايرين هاك علاجات دير كلهم دايريننا